أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، أهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة على الهواء مع برنامجكم طقس ومعنا. حلقتنا اليوم هي الحلقة 14 في سلسلة حلقات حول سر مسحة المرضى مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. أهلا بنيافتك سيدنا. أهلا بقدسك وإن كل حلقة قدسك بخير وكل المشاهدين بخير. تعيش سيدنا. سيدنا اسمح لي في بداية الحلقة أنقل تعزيات نيافتك طبعا أولا وأسرة البرنامج لأهالي شهداء طبعا حادث كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالوراء، وأيضا صلوات نيافتك من أجل المصابين مسلمين ومسيحيين. الحقيقة الحدث ده بيأكد لنا حاجتين، بيأكد لنا أن الكنيسة دايما تقدم دماء بريئة تصرخ إلى الله، وده نوع من الشفاعة، يعني دماء أصحابها لم يخطئوا في حق من قتلهم، فهي دماء بريئة، ودي شهادة تصرخ من الأرض زي ما ربنا قال عن دم هابيل الصديق. الحاجة الثانية أن قايين موجود في كل جيل، قايين وهابيل موجودين، الأخ يقتل أخاه، مصري ومصري أيضا، ونطلب من ربنا أنه يدي لمصر سلام وطمأنينة، لأن الشعب المصري ما يحبش الدماء، دي حاجة دخيلة علينا، يعني مش من طبيعة الشعب المصري، يعني كلهم دخلاء اللي بيعملوا كده، يعني دخلاء. فعشان كده احنا بنصلي من أجل تعزيات ربنا لكل الأسر اللي ودعت ناس دماءهم بريئة سفكت من أجل إنها تشهد للبر وتشهد للقداسة. تعبير جميل يا سيدنا، الدماء البريئة. صحيح. عودة يا سيدنا لموضوعنا في سر مسحة المرضى، دي حلقة رقم 14 تقريبا. حلقة رقم 14 في سر مسحة المرضى. فاحنا دلوقتي المفروض نتكلم عن البولس في الحلقة في الصلوة الخامسة. كنا خدنا المرة اللي فاتت وشية الراقدين بالتفصيل كلمة كلمة، يعني المرة دي البولس. طب قبل ما ندخل في البولس سيدنا، كان ليا سؤال اللي هو الهدف من الصلوة، هل في هدف عام من الصلوة الخامسة عموما؟ يعني شفنا وشية الراقدين وفصل البولس والمزمور والإنجيل، هل ليهم هدف عام الصلوة الخامسة دي بالذات من جهة المريض اللي احنا بنصلي له سر مسحة المرضى؟ ده سؤال جميل. هي الكنيسة بتصلي من أجل شفاء المريض جسديا، شفاء روحيا من الخطية، إعداده للأبدية. فتقريبا الأربع صلوات اللي فاتوا كانوا فيها طلبات من أجل شفاء الجسدي ومن أجل شفاء الروحي من الخطية. هنا بقى في الصلوة الخامسة بالذات مع أشية الراقدين بنهيئه للأبدية. قد يكون هذا هو مرض يؤدي إلى الانتقال، فالكنيسة بتحاول تهيئه للأبدية. طب بالتفصيل يا سيدنا، يعني أشية الأشية بتقدم الوعود الإلهية، يقول نيح نفوسهم جميعا، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما وعيدك الحقيقية الصادقة أو غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، ونيحهم في ملكوت السماوات، وإحنا كمان أعطينا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك. الأشياء بتتكلم عن الوعود. الوعود الإلهية، يعني بتطمن المريض بوعود الله للأبدية. بالضبط. في البولس بقى بتأكد على فكرة الإيمان، وأن التبرير هو بالإيمان من خلال الأسرار المقدسة، بدليل أن احنا بنمارس سر مسحة المرضى. إيه هو الناموس؟ إيه أعمال الناموس؟ إيه البر؟
كما سنتناوله بالتفصيل. يعني المزمور بيتكلم عن التحرر من الحبس، سواء حبس المريض في فراشه أو حبس الروح في الجسد. عشان كده عبر معلمنا بولس وقال لي اشتهاء أن أنطلق، تعبير أنطلق خروج ينطلق من الحبس. والمزمور بنذكر أعزائنا المشاهدين، المزمور بيقول أخرج نفسي من الحبس لكي أعترف إليك يا رب، إياي ينتظر الأبرار حتى تجازيني. هللويا. وإن شاء الله نتناوله بالتفصيل أيضا. يعني أما فصل الإنجيل من يوحنا 14 وجزء من يوحنا 15 بيتكلم عن المكان والمكانة في السماء والطريق الموصل إلى السماء. المكان والمكانة التي تنتظر المريض. بالضبط. يعني إذا كان إنسان بقى عايش فعلا الإيمان وحقق هذا الإيمان في الأسرار المقدسة، وطبعا تائب وجاهز يعني للسفر. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. أيوة بالضبط. أما الطلبة بقى فتتكلم عن التأديب والشفاء والإنقاذ. إن ربنا بيهب المرض للتأديب والشفاء، والشفاء إما بشفاء الجسد أو إنقاذ الروح من الجسد. فبيتكلم عن الثلاث حاجات، التأديب والشفاء والإنقاذ. خيراً يفتك بتوضح لنا، لأن إحنا في ناس كثيرة بتقول طب ليه 7 صلوات والصلوات متشابهة مع بعضيها؟ لا، ده مش متشابهة، ده في كل صلوة تقريباً ليها هدف معين وتجهيز معين ورسالة معينة للمريض. بالضبط. يعني بتتكامل رسائل ال7 صلوات بحيث تعطي وجبة دسمة متكاملة، يعني فيها البروتين والفيتامين والكربوهيدرات والخضار وكل حاجة، يعني فيها كل ما يحتاج الإنسان لكي يحيا مع الله. وممكن ساعات المرض بيبقى نقطة فاصلة بين نمط حياة ونمط حياة أخرى. ياما المرض اصطاد ناس لربنا، يعني كانوا بعاد جدا عن ربنا، وربنا استخدم المرض علشان يعيدهم إلى الله مرة تانية، يعدهم إليه يعني. فالمرض أكيد له فوائد كثيرة يعني، والصلوة دي بقى بتعده كمان للسماء إن كان دي إرادة ربنا، إن الهدف من المرض هو الانتقال. طبعا ما فيش وضع معين للانتقال، يعني ممكن إنسان ينتقل وهو سليم، يعني ممكن 2 مرضى السليم اللي ينتقل والمريض يظل. وما فيش برضو سن معين، صغير أو كبير، ممكن الكبير يظل والصغير ينتقل. لكن المرض بتكون نقطة فاصلة في حياة الإنسان إذا استفاد من المرض. طب سيدنا بقى بشيء من التفصيل، فصل البولس بقى ناخده. اتفضل. يعني علاقة فصل البولس بأشية الراقدين وعلاقته بسر مسحة المرضى. بيعد بقى المريض للسماء من خلال أهمية الإيمان، وأنه بيبين أن ما نفعله في سر مسحة المرضى ليس أعمال ناموس لكن أعمال النعمة، أن النعمة تنسكب على المريض من خلال الصلوات ومن خلال إيمانه بفاعلية السر ومن خلال عمل الله بالروح القدس في السر المقدس. فعشان كده بقى هنا بيتكلم عن بين الناموس والإيمان وأعمال الناموس. يعني المقصود بالناموس إن هو أعمال الناموس. الناموس بالضبط، ما كان يستوجبه الناموس بأعمال الناموس، لا تمس لا تجس، يعني اللي هي أعمال الناموس التي لا تخلص. حتى كان معلمنا بولس الرسول في غلاطية يتكلم عن بالناموس عرفت الخطية، يعني ربنا لو ما قالش ده غلط ما كانش يبقى غلط، فبالناموس عرفت الخطية.
وبيقول الناموس روحي أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. فما فشل الإنسان أنه ينفذ الناموس. أو الناموس روحي المقصود الوصية؟ الناموس روحي بمعنى أنه الهدف من الوصية المقدسة أنها ترفع الإنسان روحيا، لكن لأنه جسدي قبل الخلاص يعني. مبيع للخطية فما بقاش قادر ينفذ الناموس. ولذلك أحسن طريقة لتنفيذ الناموس هو الحياة في النعمة، أن الإنسان بالإيمان والأسرار المقدسة. يقول من آمن واعتمد خلص، فينال نعمة إلهية تساعده في حياته مع ربنا، تساعده على تنفيذ الناموس، تساعده على احتمال التجارب، تساعده على النصرة في التجارب، تساعده على الخلاص من خلال الإيمان والأسرار المقدسة. طب ممكن يفتك قبل ما ندخل في التفصيل في البولس من غلاطيا، تقول لنا يفتك العلاقة بين الناموس والإيمان؟ الناموس ما كان يعرفه غير اليهود، وكان الناموس بذبائح الحيوانية وما تتطلبه أعمال الناموس كانت تشير على الإيمان بالمسيح له المجد اللي كان الناموس يقود إليه. ولذلك لم يلزم الأمم أن يصير يهودي لكي يصل للمسيح، فبقى الإيمان طريق إلى المسيح مش الناموس. وبالإيمان وممارسة الأسرار المقدسة ننال الخلاص وننال النعمة التي بها ننفذ الناموس الإلهي وليس أعمال الناموس. فالأعمال ثلاث أنواع: أعمال شريرة دي تبع الشيطان اللي الشيطان بيقود الإنسان إليه، دي تهلك الإنسان. أعمال الناموس كانت مرحلة تقود الإنسان للإيمان بما سيأتي. فالناموس كان علامة يقول ده غلط وده صح وإيه اللي يوصل لربنا. ثم أعمال الإيمان بقى، ودي قال عنها القديس يعقوب: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيماني. دي أعمال الإيمان بقى اللي تخلص الإنسان. وقال بصراحة كاملة: إيمان بدون أعمال ميت. فالأعمال هي التي تدل على وجود الإيمان. طب سيدنا اسمح لنا في مداخلة من أختنا هند علي من المنصورة. أهلا وسهلا. ألو أستاذة هند معنا؟ طب هنحاول نتصل بها مرة تانية. كنا بنتكلم عن الفرق بين الأعمال الشريرة وأعمال الناموس وأعمال الإيمان. يعني لابد من إثبات الإيمان، يعني أعمال الإيمان هي التي تؤكد الإيمان أو ثمرة للإيمان. يعني أي شجرة لها ثمرة، فأي إيمان ملوش ثمر يبقى شجرة ميتة مش حية. إيمان بدون أعمال ميت. هو فاصل بولس سيدنا برضو بيشير إلى الصليب. هل في برضو يعني نيافتك وضحت لنا العلاقة بين الإيمان والناموس، طب في العلاقة بين الإيمان والصليب بقى محتاجة برضو؟ ما هنا بقى بيقول مع المسيح صلبت. أحيا لا أنا. ولذلك احنا في المعمودية بندفن مع المسيح، فالإيمان بالمسيح بالدفن معه. هو الإيمان مهمته إيه؟ مهمته يقود للأسرار المقدسة، يهيئ الإنسان، بمعنى أنه بدون إيمان الأسرار لا تفيد. عشان كده قال من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. فالإيمان يعطي للإنسان إمكانية قبول عمل الله. فأنا مؤمن، يعني أنا مصدق، أنا قابل لعملك يا رب فيا. فالأسرار هنا تأتي بثمارها. وكأننا نقول للمريض:
هل أنت مؤمن بفعلية السر؟ هل لك إيمان؟ ولا معتبر الصلاة ده أعمال ناموس؟ ده مش أعمال ناموس، ده مش العهد القديم، نحن في عهد جديد نعيش فيه عمل الروح القدس في الزيت لكي يعطيك الشفاء. أتؤمن بهذا؟ هذا هو جوهر. وإذا كان المرض صليب فيبقى شركة مع المسيح في الصليب، في حد ذاته المرض مع المسيح صلبت. أول صليب أو أول شركة في الصليب المعمودية كان بالدفن في المعمودية، ثم مع الأسرار أيضا نستفيد من الصليب بالتوبة والاعتراف تغفر الخطية. إزاي؟ اللي تمنها اندفع على الصليب. بالمرض نحمل صليبا، الصليب كل يوم، اللي يشترك مع المسيح في حمل صليب المرض. والمسيح قيل عنه أنه حمل أمراضنا وأوجعنا. ولذلك في علاقة قوية جدا بين الإيمان والصليب، أننا نؤمن بالمسيح المصلوب، نؤمن بالمسيح المخلص له كل المجد، نؤمن أننا لابد أن نشترك مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يعني الجسد مصلوب، مصلوب يعني ميت بالنسبة للأهواء والشهوات، أو أن الأهواء والشهوات ميتة يميتها الإنسان بالصليب، وده شركة المسيح في الصليب. طب سيدنا، هو نص البولس إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. تمام. بدليل أن الأمم الذين لا يعرفون الناموس خلصوا بالإيمان، لأن ده هدف الناموس. يعني الناموس كان الضوء الذي يلقي نورا يضيء إلى طريق الإيمان بالمسيح، يعني مرحلة انترميديت أو متوسطة تقود للإيمان بالمسيح. يشير الذبائح كلها رمز للسيد المسيح، التطهير اللي كان بيحصل إشارة إلى دم المسيح الذي يطهر من كل خطيئة، فكلها كانت أشياء رمزية توصل للإيمان بالمسيح. طيب بعد كده كمالة البولس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا. يعني إذا كان الإيمان لا يبررني فكيف يبررني الناموس؟ وإذا كان الإيمان لا يبرر وأنا في الخطية فهل المسيح خادم للخطية؟ حاشا، ما ينفعش أرجع لأعمال الناموس بعد الإيمان ولا الأعمال الخطية. فالناموس قانون، كلمة نوموس يعني قانون، قانون يظهر المتعديين الذين تعدوا القانون. عشان كده بالناموس الموت وبالمسيح والإيمان به الحياة. عشان كده احنا انتقلنا من حكم الموت، ده بيحكم على الشر، بيحكم على الخطية، لكن لا يعطي بر الإيمان الذي وصلنا إليه في هذا العهد الجديد. أو سيدنا، جات لنا تاني الأستاذة هند علي. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مشكلة في الخط، فصل مرة تاني، مشكلة في الخط. المهم الخط الروحي اللي بنتكلم فيه. فالناموس كان ضوءا يوجه النظر للإيمان بالمسيح في فترة كان فيها الرموز واضحة للعهد الجديد. فالعهد القديم هو ظلال، فاللي بيتمسك بالعهد القديم بقى ده بيبقى ماسك في الظلال
وسايب الحقيقة. فإحنا انتقلنا من الظلال إلى الحقيقة. سيدنا نحب ننقل رسالة الأخت هند اللي كانت بتتصل، لو عرفت تجي لنا تاني يبقى أفضل، بس هي رسالتها هي تعزية الكنيسة وتعزية الأهالي في شهداء الكنيسة، بتقول كل أصحابها مسيحيين وهي مش موافقة على اللي حصل دوت. كتر خيرها الحقيقة، بنشكرها باسم البرنامج وباسم الكنيسة وأسر الذين سفكت دمائهم البريئة، شهادة لوجود هابيل في كل جيل. ونصلي أن ربنا يهدي قايين هذا. أمين. مشاعر طيبة جدا هي ديت فعلا، هي دي مصر وهم دول المصريين. مشاعر صحيح. طيبة من الأستاذ. مشاعر جميل. كمالة البرج سيدنا، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفي المسيح خادم للخطية حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا الذي قد هدمته. ما المقصود الذي هدمته؟ يعني بالإيمان وصلنا للحقيقة التي لاشت الرموز ولاشت الظلال. فلو دي أعمال ناموس اللي بنعمله ده، يبقى أنا أقمت ما هدمته، اللي انتهى بجيبه تاني. طب إيه لازمته؟ إزاي أمسك في الوسيلة وأسيب الهدف؟ اللي هو عوائد الناموس، بالظبط كده، العادات بتاعت الناموس. أن أنا لا نؤدي أعمال الناموس، لأن أعمال الناموس لا تبرر. هو السيد المسيح جاء ليه؟ لأن الناموس لم يستطع أن يبرر، بل بالعكس ده حكم على الناس بالموت. يبقى ازاي خلاهم كلهم مديونين الناموس. يعني خلاهم كلهم مديونين فدخلوا الجحيم كله. فلولا دم السيد المسيح له كل المجد اللي قدم خلاص لفداء البشريه كلها، الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله، وحررهم من الجحيم الى الفردوس. اللي عاشوا في الظلال بإيمان، يعني استفادوا من أعمال الناموس وآمنوا، زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين آمنوا بالعهد الجديد وهم في القديم. الناموس أضاء لهم فآمنوا. عشان كده بنقول في أشية الراقدين نيحهم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ودول رمز بقى للآباء والأنبياء والناس في العهد القديم اللي أمنوا. اللي السيد المسيح بعد الصليب نزل إلى الجحيم وأخرجهم إلى الفردوس. أهمية ده كله إيه بقى بالنسبة للمريض؟ هو ده دي المفاهيم بقى اللي مفروض توصل للمريض. ضرورة الإيمان، هل هو مؤمن بعمل الروح القدس في الزيت؟ أصل دي حاجات مش منظورة، حاجات لازم الإنسان يؤمن بيها، يصدقها، يثق فيها. الحاجة التانية، هل هو فعلا تائب ويطلب أن يتبرر ويشفى روحيا كما جسديا؟ وهل هو شخص يطلب الحياة الأبدية مش مجرد الحياة الزمنية؟ ما هو كل اللي شفاهم السيد المسيح ماتوا كلهم، وحتى اللي أقامهم من الأموات ماتوا أيضا. فهل هو جاهز للحياة الأبدية؟ هل هو فعلا معتبر هذا صليب مع المسيح، حمل للصليب وشركة الصليب؟ عشان كده يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فساعات المرض يموت الذات، الذات اللي في عنف وانها تفصل الإنسان عن المسيح وتقوده إلى الخطية، والمسيح ليس خادما للخطية. لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. يعني الناموس قصده يحكم على الخطية وفاعليها بالموت. ده حكم الناموس على الخاطئ هو يموت. ليه؟ لأحيا للناموس، يعني أحيا لتنفيذ الوصية. وده بعمل النعمة بقى، نتيجة الإيمان والأسرار في العهد الجديد.
لكي أحيا مع الله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بالضبط. يفتك شرحتها. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني قيمة حياتنا الجسدية هنا أنها إعداد للحياة الأبدية. يعني المفتاح الذي يوصلني إلى الحياة الأبدية، لأن ربنا ما عندوش مجاملة، ربنا ما عندوش مجاملة. إذا ما كانش الإنسان عايش بطريقة تؤهله للملكوت مش هيوصل. فلازم يكون عنده هذا التوجه إنه عايش علشان يجهز نفسه للحياة الأبدية، زي الحكيمات اللي كانوا بيختزنوا زيت لحساب الحياة الأبدية. فما أحياه الآن في الجسد أحياه للإيمان، أو في الإيمان، إيمان ابن الله، إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه فداء عني. طب معنا سيدنا ميرنا من القاهرة. ألو أستاذة ميرنا. ألو مساء الخير. مساء النور. إزيك يا سيدنا؟ أهلا ميرنا، إزيك؟ الحمد لله. أنا كان عندي كده سؤال عن زيت مسحة المرضى. تفضلي. هل الزيت ده هو نفس الزيت اللي بيبقى مع أبونا أثناء الأنديل في الصوم الكبير، ولا ده زي زيت الميرون، ولا هل ده حاجة مختلفة؟ لا، هو زيت بعد الصلاة بيبقى زي الزيت اللي في الكنيسة اللي أبونا صلى عليه صلاة الأنديل أو السبع صلوات يوم جمعة ختام الصوم. نفسه، مش بنجيب الزيت اللي صلينا عليه في الكنيسة نصلي عليه تاني في البيت، لا، ده زيت جديد، زيت زيتون بنصلي عليه السبع صلوات، فيبقى بالضبط زي اللي صلينا السبع صلوات عليه يوم جمعة ختام الصوم في الكنيسة. والمفروض إن الزيت ده بيحفظ في الكنيسة، قد نبقي جزء بسيط في البيت عشان أبونا لما يجي يرشم المريض، يرشمه سبعة أيام، يوم الأنديل وست أيام بعديه. بس يا ميرنا سيدنا كمان بتسأل هل هو زيت الميرون؟ لا، غير الميرون. وال ما هو في خمس أنواع من الزيوت: زيت الميرون، زيت الغليلون، زيت مسحة المرضى، زيت أبو غلامسيز، الزيت الساذج أو العادي بقى بدون الصلاة يعني. شكرا يا سيدنا. عفوا عفوا. شكرا ميرنا لاتصالك. سيدنا برضو في سؤال من الكنترول، هو نيافتك كنت أجبت عليه قبل كده بس للتذكرة، لماذا زيت زيتون؟ لأن شجرة الزيتون شجرة أوراقها موجودة وندرة الحياة فيها طول السنة، أوراقها لا تنتثر، دي اللي وصفها المزمور الأول اللي تشير للإنسان البار، زي شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينها وورقها لا ينتثر. فشجرة الزيتون تشير للحياة الأبدية، وزيت الزيتون بيعمل فيه الروح القدس، وده اللي بيستخدم في كل الأسرار، حتى زيت الساذج اللي بندهن فيه به في الأول يعني قبل الصلاة، يعني سواء تقديسه في الميرون أو الغليلون أو ليلة أبو غلامسيس أو مسحة المرضى، هو ده زيت الزيتون، إشارة للحياة الأبدية. شكرا سيدنا. عفوا. سيدنا بعد كده المزمور النص بتاعه: أخرج نفسي من الحبس لكي أعترف لإسمك يا رب، ينتظرني الأبرار حتى تعطيني مجازاة. هللويا. أخرج من الحبس نفسي، هنا لها أكثر من معنى. المعنى المباشر طبعا والهدف أن تخرج الروح من الجسد ومن حبسها، ده يعني حبس النفس والجسد. يعني الحياة في الجسد، يعني إنه بيحدها لأن الروح هي اللي بتحيي الجسد. نعم، الجسد بيحد طبعا الروح. طبعا في بقى خروج آخر، وهو خروج النفس من حبس الخطية، لأن الخطية ده سجن. يعني إذا كنا بنعتبر الروح في الجسد
حتى وهو سالك في طريق البر والقداسة بيحد من قوة الروح وبيحبسها جواه لكي تحييه. فما بال بقى الخطية، خطية سجن رهيب يعني. فأخرج من الحبس نفسي، ده نداء التوبة، يقول يا رب خرجني من حبس الخطية، لأن الخطية بتؤثر على الفكر والعاطفة والجسد، يعني على الكيان الإنساني كله، كيانه كله وحواسه كله. ده تاني معنى للخروج، يبقى خروج الروح من الجسد من حبسها، خروج النفس الإنسان يعني كله من حبس الخطية. تالت نوع وده أخفهم بقى، خروج الإنسان من حبس المرض في السرير، بدل ما يبقى ملازم للفراش لحبس الجسد نفسه، يخرج بقى إلى حياته الطبيعية يعني. دول أنواع الحبس اللي ممكن لكن ينتظرني الأبرار حتى تجازيني. دي بقى دي لها علاقة بالحياة الأبدية والدينونة، عايز ينضم إلى الأبرار، وده الهدف الأول بقى، أن تخرج الروح من الجسد إلى الفردوس مكان الراحة، فردوس الفرح، وتنتظر المجازاة في يوم القيامة العام. طيب شكرا سيدنا، ونطلع فاصل، وانتظرونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ليجيب عن أسئلتنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين عن علاقة فصل الإنجيل بالصلوة الخمسة.